ناصر إنسان تخرج، حياته أقدر أقول عليها غير منتظمة. يعني شنو غير منتظمة شباب؟ يعني شنو؟ نعم صح صح عدل، يعني ريال سهر، دراسة، فاست فود مثل ما قلت، مطاعم زيادة عن اللزوم، شغال الريال مكابيس معابيك ما يرحم. المهم ناصر بيوم من الأيام قرر أنه يعدل من حياته. يعني شنو يعدل من حياته؟ قام من النوم شاف أنه مو عاجب جسمه، أنا أبي أتغير، أبي أمارس حياتي بشكل أفضل، أبي أقدر أروح أطلع على البحر أركض، أبي أتنفس بشكل طبيعي، أبي أسوي الناس العادية اللي تسوي. زين فنصحنا قلنا له يا ناصر روح حق أخصائي تغذية، زين خلي يعطيك نظام غذائي متكامل، بروتينات ومعادن وفيتامينات، وهو اللي راح يرشدك ويعلمك ويقول لك شنو المفروض تسوي. وفعلا ناصر اقتنع وراح حق أخصائي التغذية وقال له أنت لازم تتبع حمية غذائية مكونة من العناصر الخمسة اللي قلت لكم عنها، اللي هي الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الأشياء. يعني ما تنقص على روحك من شيء، تأكل كل شيء بس بكمية معتدلة. إنزين وقال له أنت راح تلعب رياضة بشكل إنه يناسب جسمك وعمرك، ووزنك راح ينزل إن شاء الله شوي شوي، بس إحنا نبيك تكون ويانا، معاك إرادة حديدية عشان تكمل ويانا. وزنك راح ينزل تقريبا 4 إلى 5 كيلو ماكسيموم، يعني أعلى شيء في الشهر. وفعلا دش النادي الريال واشتغل على جسمه ووزنه قام ينزل. يوم من الأيام وهو في النادي شافه واحد من بعيد قاعد يطالعك فيه، كان يقول له أنت ايش قاعد تسوي؟ منو هذا الواحد؟ هذا واحد تعرفون اللي فاهم بكل شيء في الحياة، اللي يتكلمه طب يعرف طب، يتكلم جغرافيا يعرف جغرافيا، أدب كل شيء، شعر، ريال فاهم ما شاء الله عليه. كان يشوفه كان يقول له أنت ايش قاعد تسوي؟ تعال 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 سلمني نفسك وأنا راح أخليك نفس هذا. تتوقعون يا جماعة؟ وهو قال له أنا بشهرين شهر ونص أخليك نفس هذا. تتوقعون يقدر؟ شهرين. لا مو تكميم. إحنا ما ندري شنو راح يسوي، بس هو يقدر ولا ما يقدر؟ شوف أنا أقول لكم يقدر، ليش ما يقدر؟ خلونا نشوف ناصر شنو راح يصير فيه. جسمه راح يتعدل للأحسن، صحته راح تتحسن للأفضل، ولا راح تتراجع للأسوأ. وشنو راح يسوي بوسلبي وياه؟ بوسلبي لا محالة راح يستخدم وياه الهرمونات، إنزين اللي قاعد يلعبون عليها الناس هذه، اللي هي شنو ما همها غير جيبها. المهم قال له تعال وأنا راح أسويك نفس هذا. ناصر قامت تدور الأفكار بمخه، قام يفكر ها شلون أقدر ما أقدر، معقولة أنا جسمي يصير نفس هذا؟ المهم راح له كان يقول له يلا، قال له خلاص تعال عطني 450 دينار أعطيك كورس 10 إبر جروث هرمون معاهم شوية دكة بروميبلان اللي هو هذه محفزات الهرمونات يسمونها محفزات التستوستيرونية عشان تنشف، بس أنت خليك وياي ومالك شغل، خليك هدك من الرجيم، هدك من الرياضة الخفيفة هذه اللي قاعد تسويها وتعال. وفعلا عطاه واشتغل ناصر ويا بوسلبي. جسم الإنسان يا جماعة في ميزان طبيعي. يعني شنو ميزان طبيعي؟ أنا إيدي اليمنى تكمل إيدي اليسرى، الجهة الشمالية من المخ تكمل الجهة اليمنى من المخ. إذا اختل التوازن في الجسم بأي شيء راح يصير فينا حالة مرضية أو أعراض جانبية. فالهرمونات لما تختل داخل الجسم راح تطلع علينا الآثار الجانبية مالتها. يعني شنو؟
لما اخذ انا الزياده وهو الحين ابو سلبي راح يشتغل عليه على هرمونين اثنين، تعرفونهم ولا لا؟ الاول الجروث، الاول راح يعتمد بشكل كبير على الجروث هرمون اللي هو يسمونه هرمون النمو، والثاني اللي هو التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري. هرمون النمو هو الهرمون المسؤول عن نمو جميع خلايا الجسم. بالنسبة حق شلون احنا نعرف اذا كان فينا نقص بهرمون النمو، وهل احنا راح نعرف فعلا ولا لا؟ هو في تحاليل معينة يسوونها في المختبرات، انزين، تبين معدل هرمون النمو داخل الجسم، وفي اشارات تبين على الجسم، تبين من الصغر، يعني مو واحد كبير عمره كبير يقول لك الله انا فيني هرمون ناقص، لا ما يصير. التستوستيرون هو هرمون الذكوره، وهو المسؤول عن البلوغ وظهور جميع مظاهر البلوغ في الجسم. يعني شنو؟ يعني ظهور الشعر في الاماكن الخاصه، ظهور اللحيه، ظهور الشعر في الوجه. يعني ليش زين، ليش ابو سلبي بيستعمل التستوستيرون؟ توقعون ليش؟ جروث والتستوستيرون ليش يبي يستعملهم؟ اولا الجروث، خلينا نتكلم عن الجروث. الجروث اول ما تاخذه راح ينشف الدهن من الجسم، وراح يزيد قوه العضله نفسها، يعني ما راح يعطيك حجم عضله. الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو، لا، راح ينشف، يخلي جسمك ناشف، زين، ويعطيك صلابه قوه. التستوستيرون والمحفزات التستوستيرونيه مثل شنو؟ يمكن موجود عندي انا منها هني، هذا مثلا بروموبلان يستخدمونه، هذولا اكوا بويز، هذا بروموبلان بس هذا اسيوي، وهذا باير. طبعا في بعض الاشياء هذه ترى مقلده، حتى لو يكتب لك اسم الشركه مثلا، هذا مقلد ومهرب، زين. هذول يسمونهم محفزات هرمون التستوستيرون او الهرمونات التستوستيرويديه. تعرفون لاعبين الاولمبيات، زين، لما يقول لك والله اللاعب فلان الفلاني كان ماخذ المركز الاول، بس بعدين شنو اكتشفوا؟ انه هو ماخذ محفزات. هذه هي الاشياء، المحفزات اللي ياخذها مثل البروموبلان. ليش ياخذون الشيء هذا؟ هذا ترى يسوي نفس عمل التستوستيرون داخل الجسم، بس شنو؟ 4-5 اضعاف القوه، لانه مو طبيعي، مصنع. وفي اشياء طبيعيه، في هرمون تستوستيرون طبيعي ياخذه، فقلنا ان التستوستيرون يزيد، هو التستوستيرون هو اللي يزيد حجم العضله، عشان كذي ياخذه مع الجروث، واحد ينشف واحد يكبر. الحين تهجون ابو سلبي لما قال حق ناصر ان انت راح تجسم، راح تصير نفس جون سينا، تكلم عن الاثار الجانبيه مالت الهرمونات، راح يقول لكم شنو راح تسوي بالجسم؟ اكيد لا. ليش؟ يبي يبيع الريال، يبي يستفيد، يبي يكبر جيبه، زين. ف هرمون الجروث او هرمون النمو في عنده اثار جانبيه، من ضمن الاثار الجانبيه مالته هذه الصوره اللي فوق، حاله مرضيه يسمونها جاينوكوماستيا. جاينوكوماستيا يعني شنو؟ يعني التثدي عند الرجل، زين، يصير شكل الثدي مثل شكل يعني المرض. بس شنو، في شيء ثاني بعد يظهر، يطلع معاه افرازات، يعني مو بس شكل، لا، يقوم يطلع هم افرازات بسبه شنو؟ بسبه مو حليب، افرازات بسبه خلل في الهرمونات داخل الجسم. وبعد شو يسوي؟ ياثر على القلب، وهي الطامه الكبرى، يعني انه هو ممكن يزيد ضربات القلب او ينقصها، لانه شو يسوي؟ يزيد حجم القلب نفسه، جدار القلب راح يمتن. تخيلوا معي، القلب هو عضو وعضله، زين، هو عضو اساسا مكون من عضله كبيره، زين، هو العضو المسؤول عن ضخ الدم داخل الجسم، ومكون من اذينين وبطينين، زين، باللغه العربيه يعني. يضخ الدم، القلب لما ينقبض يضخ الدم داخل الشرايين. لما انا الحجيرات هذه الاذينين والبطينين يصغرون، شلون يصغر؟
الجدار مال القلب قاعد يكبر، الثكنس ماله قاعد يزيد 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 يزيد، زين؟ فداخل الغرفه شنو راح تصغر. يعني انا هذه الطوفه لو اكبرها اعرضها اعرضها، وهذه اعرضها اعرضها، لو نتخيل ان الغرفه هي القلب، زين؟ ف كل ما تعرض الطوفه كل ما تصغر مساحه داخل، زين؟ الدم ما يقوم يوصل حق الجسم بشكل طبيعي، يصير فيك ضغط، يصير فيك سكتات قلبيه، هذه من الاعراض الجانبيه للجروث بشكل طبيعي. لما انت تاخذ جروث هرمون راح يرتفع عندك السكر داخل الجسم. يعني شنو؟ الجلوكوز داخل الدم راح يرتفع، يعني راح يصير فيك سكري. ليش الناس اللي تاخذ جروث وتستوستيرون ومينلي جروث زين ما ياخذ سكر ولا حتى نقطه سكر؟ الدايت ماله مستحيل تلقى فيه سكر. اتحداك اي واحد ياخذ جروث يشرب شاي، حتى الشاي ما يحط فيه سكر، ويقلل الكربوهيدرات بعد، لان الكربوهيدرات تدش في الجسم تتحول الى سكر، تتحول الى جلوكوز، وفي اشياء ثانيه بعد وياها، لان هو اساسا يرفع الجلوكوز داخل الدم، فانت راح يصير فيك سكري. بعضهم ياخذون انسولين، تعرفون شنو الانسولين؟ الانسولين هو هرمون داخل الجسم ينفرز من البنكرياس ينزل الجلوكوز داخل الجسم، فبعضهم ياخذون مع الجروث الانسولين بس عشان يضبط الشيء هذا. طبعا اماكن الابر، يعني انا لما اقز مثلا ابره بالنادي، تتوقعون المكان مال النادي مكان صحي معقم ان انا اقز فيه ابر؟ لا طبعا، هو مو قاعد يقز داخل الطبيب ولا داخل غرفه معقمه. الابره ياخذها من المدرب، هاكي بتفضل شك طقاها، يمكن المدرب يطقها بعد. فهذه في احتمال ان تنتقل الامراض، التهاب الكبد الوبائي، امراض ثانيه مثل الايدز حتى لو كانت ملوثه. طبعا التستوستيرون في وايد اعراض، من ضمنهم ممكن يسبب صلع اذا انت كان فيك يعني مثلا بدايات، راح يطيح الشعر، يسبب حبوب في الجسم، والحبوب هذه ممكن تصير تقرحات. هذه وايد تصير، وايد تصير في اللي ياخذون تستوستيرون، تلقى ظهره وبطنه وصدره كله حبوب وتلتهب، لانه يقوم يحك فيها فيصير فيها التهابات، وتاثر على المزاج، تلقى لا تدوس على طرف ذبانه تمر عنده يتهاوش وياها. شنو الشيء الاساسي او شنو الاعراض او العرض اللي احنا نخاف منه في التستوستيرون؟ انه هو ممكن يسبب عقم. هذه صوره يعني تبين اللاعب اللي يلعب بشكل طبيعي، مثل عندنا نماذج وايد، عندنا لاعبين السباحه، لاعبين الاولمبيات، الناس اللي تلعب طبيعي، لا احد يقول لك ما تقدر تبني جسمك طبيعي. لا، انا اقول لك تقدر ونص بعد. ما راح تصير عملاق، يعني ما راح تصير اللي انتم قاعد تشوفونه، هذه العملاقه الاوفر اللي تلقى مدور وايده مدوره وريله مدوره وكل شيء كذي هذا ويابس وهذا، لا ما تصير كذي، لان هذا مو طبيعي، هذا اساسا شكل مو طبيعي حق جسم الانسان. هذا على طول اول ما تشوف واحد كذي 100% ماخذ هرمونات. لازم الواحد يمارس الرياضه، وانا اقول لكم لا تقربون يم شيء اسمه هرمونات.